ان شاء الله. لكن اسال بس جاسف لي ان شاء الله كيس بتاع سلطه الفراش وعدس هنا زي ده بهبه. السلام عليكم. وحياة الله شايف حمو يصحى من الصباح يجيب العيش. لو في مدرسه انا مش مدرسه اسال الاجازه فيه نصحى نلعب. لكن احبابنا الطيبين في كل مكان مرحبا بكم على قناتنا زي السودان اللي حنتكلم عن واحده من الحلقات الجميله جدا. حنرجع بالزمن مره ونتذكر حكاياتنا مع العيد الجميل وتكبيره التكبيره في الجامع من الصباح بنصحى على صوت الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بتشوف الجلاليب البيضاء مع الشو، بتشوف كل زوج شايل المصلاية في كتبه وطالع، بتشوف السبحة في اليدين، بتشوف الثياب والناس الكبيرة الجميلة في البيت، بتشوف الشفع وهم ماشيين وحايمين وشايلين الألعاب وبضحكاتهم الحلوة مجملين علينا الحياة والشارع والزينة وتفاصيل البيت ونظافة المنزل والخروف البيكوريك لسه ما اتضبح والسكاكين والتفاصيل دي كلها. العيد جميل جدا بدخلة الأهل اللي بيجوا يشاركوك الفطور، اللي بيجوا يقيلوا معاك ويبيتوا معاك ويمشوا تاني يوم ويسوقوك عشان تحضر ضبيحتهم. العيد كان جميل جدا بصلة الرحم بالناس اللي بتلاقيها في المصلى وبتمشي معاها وبتواصلها، بالطوفة اللي بتطلع من الجامع لكل بيوت الحلو بكل بيوت الحي. جمال العيد كان في جمالنا نحن وفي جمال نفوسنا وفي طيبة، لكن ظهرت حاجات كثير عرقلت على الحاجات دي كلها طفت او غطت ملامحها. عايزين نشوف الفرق الليله في العيد هسه والعيد زمان من خلال حديث الشارع العام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف مسيت ان شاء الله؟ الحمد لله تمام والله. الله يديك العافيه. اسمك الكريم منو؟ النذير الضوء. أستاذ النذير احنا سعيدين جدا بك والليلة عايزين نعرف الفرق بين العيد هسه والعيد زمان، هل في فرق؟ والله بس الغلا زمان الحياة رخيصة شوية بس غالية. الخروف ذاته زمان كان في متناول اليد هسه بقى غالي شديد. غالي شديد والله. زمان يعني 25 بس 50 52 وزمان شديد كان 5 جنيه و7 جنيه وبقى 10 جنيه و15 وصل 2000. اي والله فعلا صح. بس يعني 52 جايب نحن كموظفين ذات اسي ربنا يستحق حالنا ولا بدها تسعد. الحمد لله. انا سعيده جدا بك. شكرا. الله يديك. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. كيف احوالك ان شاء الله؟ طيبه تمام والله الحمد لله. الحمد لله. اتعرف عليك منو معنا؟ معك امنا صالح حرم. احنا سعيدين جدا بك امونا على زي السودان. والليله بنسال عن الاختلاف والفرق ما بين العيد هسه والعيد زمان، هل في اختلاف في الطعام حتى؟ والله في اختلاف توتالي خالص. في اختلاف في شنو بالضبط الاختلاف ده؟ والله الاختلاف حتى في الاسعار في حاجات كثيره يعني ما زي زمان. العيد زمان كان له طعم، العيد كان له طعم اكثر، بتقدر تزور الاهل لكن هسي ما بتقدر فعلا. المواصلات بقت بكم، المواصلات بقت بكم والترحال بقى بكم، ده كل الموضوع. معناها الغلا ده يعني ما حاجات أثر كتير. اثر على الناس كلهم واثر على كل شيء. ان شاء الله ربنا يستحل حال يا امونة. وانا سعيده جدا بك. الله يبارك فيك. تسلمي. الله يسلمك. تسلمي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. والسلام عليكم. كيف احوالك ان شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. الله يديك العافيه. سعيدين باطلالتك على زي السودان وعايزين نتعرف عليك. اسم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبابك والله سعيدين جدا بك. بنسال ليلى في الفرق بين العيد هسه وفي الايام او السنوات المضت، هل في فرق ظاهر ولا ما في اختلاف؟ فرق كثير والله. والله فرق كثير. الغلا والمواصلات وكل شيء والله. الظروف صعبة بقت والله ما زي زمان. بس الحروب الضحية بقت صعبة وأي شيء بقت صعب والله. زمان الشارع كانت رخيصة وأي شيء كانت رخيص. هسه الناس بقت يعني خلت المواصلة بال خلت المواصلات وخلت بقت بالتليفون والمكالمة زي دقيقة بقت دقيقة بس أي حاجة بقت صعبة والله. بقت ماشية زي والله شيء بقى سعيد الحمد لله. الحمد لله. الله يدي العافية. الله يدي العافية إن شاء الله وبيصلح البلد إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بك. شكرا لك. الله يديك العافية. الله يديك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. كيف مسيت إن شاء الله؟ طيب الحمد لله بخير وعافية. الله يديك العافية. اسمك الكريم منو؟ النذير عبد الباقي. النذير أنا سعيدة جدا بك على زي السودان. بنتكلم الليلة في اختلاف العيد هسه وزمان، في اختلاف كبير ولا ما في؟ والله فعلا اختلاف كبير لأن زمان يعني سمح وزاد الثروة كانت كثيرة وزارة ذاتها هادية ما شاء الله، لكن هسه وين؟ كلها صعبة يعني. بقت صعبة شديد يعني. هسه أنا ممكن هسه أربعة خمسة نفر قاعدين في السوق ما يقدروا يشتروا خروف واحد، يعني خروف من 100 ولا كوب، لكن زمان يعني الحياة ما شاء الله حلوة شديد. هسه أقل خروف 37 ألف. 37 ألف وده ده أصلا ما حيضحي لك ذاته.
هيتيد زي ما يعني بقول بس تيد ولا حاجه بشكل زي يعني مش الحال تسلم بديل شكل السنه دي حنطبخ الفراشه كلنا والله فراشه ايه فراشه زاد لا زيت وتكلفه وهنا وحاجات زي والله بينا كل حاجه بقت صعبه والله صعب الحمد لله اربع خمس نفر قاعدين في البيت شغالين ما قاعدين يشتروا حقهم وبعد المحلية هم بيشترون في السوق بس بعد الحمد لله على كل حال ان شاء الله لكن اسال بس جاسف لي ان شاء الله كيس بتاع سلطه الفراش وعدس وهنا زي ده السلام عليكم يعطيك العافيه نزيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف احوالك ان شاء الله طيب تمام والله اخبارك شديد طب ما عندك عوجه ما عندي يا صحتك الحمد لله يا رب الحمد لله اسم الكريم منو؟ اسمي محمد علي حسن. محمد علي سعيدين جدا بيك وبإطلالتك يا محمد علي. بنتكلم ليه العيد زمان كان جميل وحلو الناس كلها بتقول كده بيقولوا الناس العيد بقى مسيح فهل انت مع الناس دي ولا العيد لسه سمح؟ والله يا انا رايي العيد ده زمان اسمح من الليله بعفويه الناس وتقبلوا لبعضهم البعض والحياه زمان ما زي الحياه الساعه بتختلف بطيبه بتختلف لما تلاها مع الرغم الساعة النبي زول بضحي لكن برضو ما زي زمان زمان كان الناس بتجوا بالشاركة أيوة الناس كلهم واحد ومتكتفين وناس عفوية الساعة زول يجيب ضحيته والتاني ما يحصل الأول والأول ما يحصل التالي وبرامج زيها النفوس ذاتها كانت طيبة زمان أيوة زمان النفوس كانت طيبة والله تعال نحكي لك تفاصيل الحصل بالكامل صايب قلبي عمدا إليه تمام يامي يا ما عطروزي سوينا السلاح الشامل بكتني بفوت ولا سي مام يامي والله يا الله يا محمد رسول الله الله العيد زمان عيد كويس الناس بتمشي الصلاة وبتجي كلهم سوى الناس بقت تتلاقى في المصلى يعني لقيت فلان ما بتمشي له في بيته ده برضو نقطة من نقاط الخلاف ان شاء الله لقدام ان شاء الله شكرا لكم وشكرا للحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه كيف امسي ان شاء الله بخير الحمد لله والله الله يديك العافيه منو معنا مرتضى حسن عمر مرتضى نعم سعيدين جدا بك يا مرتضى على زي السودان وبنسال الليله في الفرق بين العيد هسه وزمان في فرق والله في فرق يعني ممكن في فرق في فرق يعني زمان عيد يعني كان له طعم يعني هسه صراحه اتغير يعني واحد يعني هسه بيجي عيد للشفاسة يعني عرفتي فزمان واحد دايما يجي العيد تحس بكده فرحة وهناك كده لكن هسه يعني بدأ يتغير يعني الناس كده جارية وشغل وهناك متين بس عيد تمر عشان الناس تواصل الشغل والكلام ده فشايف يعني عيد ما زي زمان صراحة يعني عرفتي بيختلف شديد اختلاف شديد لأن المعيشة ذاته أثر على الحاجة دي بصورة كبيرة أيوة بس بدبت كده يعني هسي واحد يعني الودة ما مساعد الناس ويعني غيره شغلة عجيبة يعني عرفتي فعشان كده ودة الحياة بقت ضاغطة شديد عشان كده يعني ما الناس ما بتهتم للإيد والكلام دي يعني عرفتي فغيره دل هنا يعني سعيدة جدا بك وبرأيك وسردك الجميل شكرا لك نورتنا الله يسلمك يا السلام عليكم السلام عليكم كيف احوالك سلطة الحمد لله والله الله يديك العافية اسم الكريم منو عبد الرابع على عبد الله حبابك ولا انسى هذه جدا بك وبنسأل ليلة في الفرق بين العيد هسه وفي الأيام أو السنوات الماضية في اختلاف ملموس ولا ما أنا بالنسبة لي والله ما في اختلاف بعيد لكن كان العيد صح معظم الأرحام وكان الناس بشباب مع بعض وكل السودانيين يعني بدون فرس كده بالنسبة لنا احنا يعني أنا ما داري أحدد لك الولاية ولا كده أصلا من النيل الأبيض لكن بالنسبة لنا ارتباطنا موجود الآن والله ما قاعدين أصلا نغير أي حاجة مهما كان الحال يعني العيد لسه بطعم وبنكهة عندنا موجود عندنا في أحسن حال وفي نفس الحال السنة دي كلنا نمشي نعيد معهم في النيل الأبيض ونجي شايلين معانا جبنة وفسيخ وسمك وحاجات ظريفة بالنسبة للنيل الأبيض وكل ولايات السودان محتبين واحد لكن النيل الأبيض يعني عنده ناس ما شاء الله يعني ناس متواضعين مترابطين يعني ما في اختلاف مهما كان الحال ناس يعني حقيقة طيبين يعني أقول لك بجد يعني يديك العافية الله يديك العافية سيدي جدا بك والأغاليم فعلا حلوة لأنه إنسان الإغليم جميل جدا وبسيط الخرطوم هنا بطبعة جافية
فالناس على كده بتبقى جافيه. انا سعيده جدا بك والتحيه لكل احبابنا في كل ربع الوطن الحبيب. شكرا. يديك العافيه. الله يديك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. بخير والله الحمد لله. الله يديك العافيه. اسمك كريم منو؟ عمر يوسف. عمر، حبابك على زي السودان وليه بنسأل عن العيد هسه والعيد زمان، اختلف في اختلاف انت حاسيه ولا نفس الطعم؟ والله يا اخي في اختلاف، اختلاف كمان من مجالات معينه، ما مجال واحد والله. زي انه زمان الاطفال بتفرح بحاجه اسمها عيد، هسه ما بتفرح والله العظيم. لانه زمان كان بدهم عيديه، العيديه بتشتري للواحد 500 حاجه كده يعني. والله زمان عيدية وكسوية، ياسر بيقولوا لهم في الكسوية ساي أمورهم باسطة. بس بعد الله أعلم. والله العظيم الله أعلم. حاجة صغيرونة كده القمصة بعد. أي أيوة والله العظيم. على قدر كفة اليد زي ما بقول. والله على قدر كفة اليد، لكن والله البلد ما ماشيها كويس الحمد لله. الله يفعل. ربنا يصلح الحمد لله، ربنا يصلح الحال، لكن غلو جلع. الأطفال ذاته ما لاقين فرح زي فرحنا اللي احنا ذوقناه زمان احنا ما كنا صغار. لما العيد يجي هذول ترى ما بتفرح، لكن هسي والله شوف كلنا تربوا في صفوف العيش، تربوا هنا شوفوا وحياة الله. شاف حمو يصحى من الصباح يجيب العيش، يعني زمان همنا نسمع لو في مدرسه انا مش مدرسه اسري الاجازه فيه نصحى نلعب، لكن شوف استلم المسؤوليه في عمر صغير. الحمد لله ربنا يصلح الحال ان شاء الله. وانا سعيده برايك. اللهم امين. الله يديك العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمه. كيف احوالك ان شاء الله؟ تمام والله انت كيف؟ الله يديك العافيه. الحمد لله. الله يخليك. اسم الكريم منو؟ مازن جمال. مازن، حبابك على زي السودان. يا مازن، الفرق بين العيد زمان كان العيد سميح وطعمه حلو واربع خمسة ايام الفرحه متواصله، هسه بقى الفطور بس والناس بترخم تشرب الشربات وبتنوم على كده العيد انتهى، لا في صلاه رحيم ولا في حاجات كثيره. فهل انت شايف في اختلاف في العيد ولا ما في اختلاف؟ والله بجد يعني زمان الناس يعني بتجي لبعض تقعد معاهم يومين ثلاثه، يعني حتى نحن الناس ساكنه ولاياتنا، في ناس من عندنا هنا بيجونا في الولايات بيقعدوا معنا يومين ثلاثه هسه بقى ما في. بس تسلك تلفون كل سنه وانت طيب والله بلا امانيك كده، مرات ما يتصلك عادل والله، مرات ما يتصلك عادل الدقيقه يعني بقت ب 4 يعني ثاني دليت. اي والله بجد يعني يعني بقى مسيخ مسيخ كده يعني. لما الغلا الحاصل ده اثر بصوره كبيره على العيد. اي والله يعني امين ان شاء الله. انا سعيده جدا بك يا مازن على زي السودان. شكرا. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. تمام الحمد لله. الحمد لله. اتعرف عليك، من معنا؟ مهند خالد. مهند، سعيدين جدا بك. والفرق بين العيد هسه والعيد زمان تحديدا الاضحيه، هل في فرق كبير؟ الله اكيد طبعا يعني. شلون الفرق؟ من نواحي كثيره يعني. يعني الغلا الحاصله دي ومشاكل، مشاكل السودان عموما يعني، عدم الأمن واطمئنان، الناس فقدت حياة كثير يعني. زمان العيد ذاته كان بيكون أربع خمسة أيام، هسه بقى الفطور بس وانتهى خلاص. أيوة، مع ظروف الحياة يعني وضغوطات الحياة أثرت على الناس. الناس بيقولوا جافة، لكن الناس ما جافت، لكن بس الوضع بقى صعب، الناس بقت مهمومة شوية ومشغولة. ربنا يسر حالي يعني، ده اكيد يكون سبب يعني. ان شاء الله ربنا يصلح الحال. وانا سعيده جدا بك وبرايك استاذ مهند. شكرا لك. الله خير.